24/1/2014 احد البرامج التي سقطت قبل قليل. هذا البرميل لم ينفجر. بدك تتأكد انه ما في صاير. دير بالك اذا فيه صاير مشكلة. ها شطرة الى ثلاثة اقسام طوله اكثر من مترين. الله اكبر. هذا صائق اللي مسمار كبير. دير بالك لك دكتور لشوف. يلا اسلك الله اكبر. بسم الله بسم الله بخوف واحد غيره وقسما بالله لا سمح الله. في مواد متفجره. دير بالك يا عمي دير بالك. ليكون في صواعق من الجنب هون. ما انفجر معلم؟ شوي كنت عم بتفرج على برميل غير هالموديل هسه بيشبهه. ها؟ هي زحافه. والله هذا ما فيه. بينزلوا عليه اثناء. ايه بينزلوا عليه بالطياره. هو بدها انا اقسم بالله فكرته نازل على بنايتنا. شو رايك من الصوت الكامل؟ طوله اكثر من 2 ونص. يا بدك واحد يا لطيف يا لطيف.